بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة النصر 24 نقدم لحضراتكم نصرة الأخبار وأبدأها بالعناوين. وزير الدفاع الوطني والأمن المكلف الفريق محمد أبالي صلاح قام بجولة لولاية الشاري والتي تهدف لوضع حد نهائي للنزاع بين المزارعين والرعاة. عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو يؤكد من نيالة ضرورة وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا تعتزم الاجتماع تحت رعاية المنظمة الأممية في جنيف. الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد أن الجماعات الإرهابية مثل داعش ساعدت في تفاقم الأزمات في المنطقة. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أرحبكم. تحت شعار ادعموا المدارس التشادية بالمقاعد الدراسية، دشنت منظمة القلب الكبير مشروع أطلقته لصالح المدارس في تشاد، فعالية رأستها السيدة الأولى للبلاد السيدة هندا ديبي إتنو بحضور عدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد، الذي يمثل انطلاقة لبداية مشروع التعليم في تشاد. ادعموا المدرسة التشادية بالمقاعد الدراسية هو شعار مشروع المقاعد الدراسية الذي أطلقته مؤسسة القلب الكبير لصالح المدارس المختلفة بولايات البلاد عبر مناسبة ترأستها السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو. حفل حضره عدد من أعضاء الحكومة وبعض ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد. ومع وصلت سيدة البلاد الأولى رحب التلاميذ بهذا الوصول. رحبا بالحضور وامتنانا لما تقدمه مؤسسة القلب الكبير، قال مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة جبير يونس: نحن سعداء بهذا الدعم السخي الذي يدخل في إطار سياسة القلب الكبير في دعم التعليم. وتعهد جبير يونس بأن هذه المعدات ستصل لمستفيديها الذين حددت مدارسهم إلى 48 مؤسسة تعليمية. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أشاد بالشراكة الفاعلة بين مؤسسة القلب الكبير ووزارته، وأضاف بأن ما تقوم به المؤسسة لهو دليل على تحسين التعليم في بلادنا. وأشار الوزير بأن اليوم يشكل حدثا في تاريخ المدرسة التشادية. نحن اليوم نستلم 23 ألف مقعد موجه إلى التلميذ التشادي في كافة الأراضي الوطنية. هذا يشكل حدثا تاريخيا في حياة المدرسة التشادية. لا أتذكر منذ أن كنت طالبا بأن مؤسسة خاصة قدمت 23 ألف مقعد مرة واحدة إلى المدرسة التشادية. أود بهذه المناسبة باسم كل تلميذ تشادي أن أتوجه إلى السيدة الأولى للبلاد هندا ديبي إتنو ولمؤسسة القلب الكبير التي تكرمت بتقديم هذا الدعم المهم. كما تعلمون 1000 مقعد لكل ولاية من ولايات تشاد. وعلى هامش المناسبة قد سلمت المؤسسة شهادات تقديرية للداعمين الفاعلين لهذه العملية. عقب ذلك فقد سلمت رسميا السيدة الأولى للبلاد المقاعد لوزير التربية الوطنية وترقية المواطنة. ولم يخف التلاميذ فرحتهم حيث قدموا برقية شكر وعرفان لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. في كلمتها بهذه المناسبة قالت السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بأن هذا اليوم تاريخي لمؤسستها لأنها قدمت معدات تخدم مصلحة التعليم في بلادنا. ودعت السيدة الأولى للبلاد المعنيين إلى توزيع هذه المعدات لمستفيديها، كما شكرت الشركاء وقالت إن المشروع انطلق منذ العام الماضي. وبهذه المعدات فإن التلميذ التشادي وجد ما يريده، وعلى وزارة التربية أخذ مسؤوليتها في تقديم وتوزيع هذه المعدات بهدف تحسين التعليم في بلادنا. اليوم جينا هنا نسوي
قام وزير الدفاع الوطني والأمن المكلف الفريق محمد عبالي صلاح بجولة تفقدية بولاية شار الأوسط، وتهدف الزيارة الميدانية إلى وضع حد نهائي للنزاع الدائري بين المزارعين والرعاة في الولاية الذي وقع في أغسطس المنصرم، مما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين بين الطرفين. قرية سندنة الواقعة على بعد 80 كيلومترا من مدينة سار بولاية الشاري الأوسط كانت المحطة الثانية للوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبالي صلاح خلال زيارة عمل له بولاية الشاري الأوسط. هدف واحد سجله الوزير في أجندة عمله خلال هذه الزيارة الميدانية، وهو وضع حد نهائي للنزاع الدائر بين المزارعين والرعاة المقيمين بالقرية. نزاع دموي بين مجموعات مسلحة من المزارعين والرعاة قد وقع في 23 من أغسطس المنصرم، ما أدى إلى مقتل عدد من الأفراد من قبل طرفي النزاع. خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده الوزير مع حشد كبير من سكان القرية والمسؤولين الإداريين والعسكريين والقادة التقليديين والدينيين، قدم فيها الوزير رسالة تضمنت عدد من القرارات الهامة. أننا جينا هنا أول شيء كلكم الناس الماتوا ونغدوا سوا، والناس الآخر كل قاعدين نوروكم أنتوا قاعدين لازم تعيشوا سوا. نارم التلف ده يفوق التورو تفوت الطرف. أمس ناس مشاكل ماتوا ده اللي ينام ناس كتلوا بندق أنا حكومة بندق عسكرية. بريزانت لا ريبليك ورا قبل إتاج درجانس حسيب في أستا في كل تريتوار هنا تشاد ده شاب ما عنده دروا يشيل بندق. دونك عشان ده عنينا شي حتينا كوميتي dans quelques jours يجي هنا يمر هنا لسي. Les Hilimédas, pour faire ce travail, dans l'asile, le chef de village, population, tu sais, d'où les autorités n'ont pas commandé, à Chan Banadi, qui a chef de Koulou, nous sommes. Nous avons gardé un chef de Centrafrique, qui a été fait en Tchad. Tchadien, qui a été fait en Centrafrique, qui a été fait en Tchad, qui a été fait en Tchad, qui a été fait en Tchad. Mais moi, je suis fait en Tchad. 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 Tout le monde complice. نارم عند بندق جاي في بيت هنا ولا في هلا هنا ولا في مغازة هنا ولا كان جماعة جنسية ده هو ذاته كومبليس هسا أنينا نرفرسي عسكر هنا عسكر يجي زيادة هنا يسوي هدي مهجو عسكر ده كل واحد عند بندق ده لازم يوصلوا يقربوا ويفون ديزارمي بناد فيس وكان ده كل يوم ربو. نارم كان كتر نارم ولا تلف ده حكومة يقدر له انت شعب ده ما تكفي ناس الشالوب بغر هالناس ولا جمهما ما نحلي قبله ورنقو نارم المقا بلد عنا نشيره بالمين ربطه. رسالة الوزير محمد أبالي صلاح والقرارات التي اتخذها لحل المشكلة لقيت إشادات والثناء من قبل أهالي وقيادات القرية وأيضا الزعماء التقليديين والسادة النواب الممثلون عن الولاية، كما جددوا تأكيدهم من أجل استعادة الأمن والسلام، واعتبروا النزاع الدموي الذي حدث بالمنطقة هو مجرد صدفة ويعتبر الأول من نوعه في تاريخ الولاية، وطلبوا من الجميع معرفة الله الخالق من أجل أن يعيد عليهم الأمن والسلام. مدينة سار حاضرة ولاية الشاري الأوسط تستقبل الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبالي صلاح في مقدمة مستقبله لدى وصوله الأمين العام للولاية مبايوا ديلاسيم يارو وعدد من قيادات وأعيان الولاية. في هذه الزيارة حمل الوزير في أجندة عمله الملف الأمني بولاية الشاري الأوسط، في هذا الملف بالتحديد موضوع الاستقرار والتعايش السلمي بين المقيمين بولاية الشاري الأوسط كان مدرجا في جدول أعمال الوزير. على هامش الزيارة عقد الوزير طباعا اجتماعات عمل ضم مختلف أطياف سكان الشاري الأوسط بما في ذلك المسؤولين الإداريين والعسكريين والقادة التقليديين ورجال الدين والجمعيات المدنية. خلال الاجتماع رسالة الوزير كانت واضحة. في الشأن السوداني طالب رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك الأمم المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات المفروضة على السودان، ودعا حمدوك في خطاب السودان الذي تلاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 المنعقدة بنيويورك
دعا المجتمع الدولي وكل الدول الصديقة لأهمية رفع جهود حكومته والدفع بها في سبيل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال حمدوك للجمعية العامة إن أولويات الحكومة هو وضع حد للحرب وبناء السلام المستدام في السودان بجانب بناء علاقات إقليمية ودولية تراعي مصالح الجميع وتعمل بضمان الأمن والاستقرار. وأكد حمدوك التزام السودان بكل المواثيق الدولية الموقعة عليها. لم يكن شعب السودان راعيا أو داعما للإرهاب، بل كان ذلك هو النظام الذي انتفض وثار عليه شعبنا حتى خلع. لقد ألحقت هذه العقوبات بشعب السودان صنوفا وأنواعا شتى من المعاناة. إننا في الحكومة الانتقالية ندعو الولايات المتحدة الأمريكية للرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعدم مواصلة معاقبة شعب السودان بجريمة نظام كان هو المتضرر الأول منه والفاعل الرئيس في الإطاحة به وتخليص العالم من شروره. إننا ندعو للاستجابة سريعا لهذا المطلب العادل ودعم تنفيذه بشكل عاجل بما يتيح لنا الإسراع في خطوات إعادة البناء والتنمية في السودان ومحو آثار العقود الثلاثة المظلمة من التيه الذي تخبط فيه السودان تحت سلطة النظام السابق. أطلق عضو مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو دعوة من نيالة بضرورة وحدة الصف بين أبناء الوطن، وأعلن لدى لقائه بنيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور الإدارات الأهلية وزعماء القبائل بولاية جنوب دارفور بحضور والي الولاية المكلف اللواء ركن هاشم محمد محمود، أعلن تحمل الدولة كامل مسؤولياتها للأمن والاستقرار وتعزيز السلام الاجتماعي بين القبائل. وأكد عضو مجلس السيادة قدرة الأجهزة الأمنية لضبط المتفلتين، كما أعلن استعداد الأجهزة الأمنية تأمين الموسم الزراعي مطالبا بوحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد. وتناول دقلو خلال لقاء جملة من القضايا منها انتشار السلاح والتفلتات الأمنية، كما تطرق أيضا للأوضاع الصحية بمستشفى نيال التعليمي والطرق وغيرها من الخدمات. وأضاف أن التغيير الذي تشهده الساحة السياسية في البلاد تتطلب من القيادات الأهلية والمواطنين كافة دعم الجهود التنفيذية للجهاز التنفيذي والحكومة الانتقالية ومراقبة السلع الأساسية للمواطنين. الوقوف على الترتيبات في من ناحية أمنية وخاصة الموسم الزراعي على الأبواب والمتفلتين وظهرة السلاح، لأنه ظهر تاني مرة السلاح والمواتير والكلام ده. طبعا كلام يعني الحمد لله بوجود المجلس السيادي قبل يومين تمت فيه قرارات، ونحن ده امتداد للاجتماع. نحن موجودين الآن في ولاية جنوب دارفور أو في دارفور الكبرى، وعندنا عدة اجتماعات مع بعض كل مكونات الجماهير، وإن شاء الله الآن أهلنا في الإدارة الأهلية وفي أتكلموا كلام طيب، أتكلموا في كل المشاكل تقريبا، تحدثوا حوالي كم 50 متحدث، أتكلموا في القضايا الجوهرية كلها. وإن شاء الله الآن اتفقنا يعني الشيء البلي الدولة نحن كدولة نتحمله وأجهزة نظامية نتحمله، وفي شيء بليهم هو كإدارة أهلية برضو طلبنا منهم يشكلوا لجان ويعملوا تصور في بعض المشاكل ونحن نقوم بحلها طوالي. أيضا أصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية بيانا أعلنت فيه عن تأجيل موعد انعقاد المؤتمر العالمي للصمغ العربي الذي كان محددا له انعقاده بالخرطوم في أكتوبر المقبل إلى موعد لاحق. وأشار وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بأن التأجيل يأتي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد هذه الفترة والتي أدت إلى تشكيل الأجهزة السياسية والسيادية والتنفيذية مؤخرا، ولأسباب فنية وإدارية ولمزيد من التنسيق بصورة أفضل. وأبان الوزير تشكيل لجنة جديدة لمواصلة جهود اللجنة السابقة في الإعداد للمؤتمر. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا
تعتزم الاجتماع تحت رعاية المنظمة الأممية في جنيف لأول مرة في 30 أكتوبر المقبل. وفيما أكد جمال سليمان نائب رئيس هيئة التفاوض وعضو لجنة صياغة الدستور أن الحوار هذه المرة سيكون سوريا سوريا. ربما هي انفراجة بعد عام من التفاوض. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حدد 30 أكتوبر القادم موعدا لأول اجتماع للجنة المعنية بصياغة الدستور الجديد لسوريا تحت رعاية المنظمة الأممية. اجتماع لجنة الدستور سيعتمد على وثيقة حول اختصاصات النظام الداخلي. يعني تم نشر القواعد الإجرائية بشكل رسمي من قبل الأمم المتحدة، ويعني أكيد الأسماء ستكون أيضا تنشر. تنص الوثيقة على أن الدستور الجديد هو خطوة نحو تسوية سياسية للنزاع السوري الذي دام أكثر من 8 سنوات، وتتبعه انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي. من جانبه أكد جمال سليمان نائب رئيس هيئة التفاوض وعضو لجنة صياغة الدستور أن الحوار هذه المرة سيكون سوريا سوريا بعد اتفاق بين الحكومة والمعارضة. كل الخلافات تم تجاوزها، الآن نحن على اعتاب مرحلة جديدة هي مرحلة سورية سورية. وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على رد دمشق فرض أي مهلة على عمل لجنة صياغة الدستور، ورفض أيضا أي شروط أو استنتاجات سلفا بشأن عملها أو توصياتها. وتتكون اللجنة من 150 عضوا، بينهم 50 عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى لجنة صغيرة مكونة من 45 عضوا تضم 15 ممثلا عن كل من الأطراف الثلاث. يترقب السوريون نتائج عمل اللجنة الدستورية الجديدة لعلها تجد مخرجا لحل سياسي بعيدا عن الاقتتال الذي استمر أكثر من 8 سنوات. مجددا، تدعي الميليشيات الحوثية روايات غير واقعية حول انتصارات وهمية لها. وهذه المرة ادعت أسرى أولوية تابعة لقوات الشرعية واغتنام آليات عسكرية وأسلحة، وهي روايات كذبها المتحدث باسم الجيش اليمني عن مصادر عسكرية يمنية. ادعاءات واهية تنسجها مخيلة الميليشيات الحوثية تنافس بها السيناريوهات السينمائية. بهذا التوصيف علقت مصادر يمنية على رواية جديدة أطلقتها الميليشيات الحوثية زعمت فيها أسرى ألوية تابعة للقوات الشرعية واغتنام آليات وأسلحة. تفنيد الرواية الحوثية جاء من شقين: شق رسمي بتوضيح من المتحدث باسم الجيش اليمني لحقيقة المعركة التي تتحدث عنها الميليشيات الإنقلابية وحقيقة ما جرى فيها وتوقيتها، وشق عسكري حيث فصلت مصادر عسكرية أسباب عدم منطقية الرواية الحوثية. المتحدث باسم الجيش اليمني أوضح أن ادعاءات الميليشيات الإنقلابية لا تعدو كونها حربا نفسية. التفنيد العسكري لرواية الميليشيات الحوثية تكفلت به مصادر عسكرية يمنية تساءلت كيف يمكن لميليشيا أن هكتها الهزائم المتلاحقة ومعارك فقدت فيها قيادات عدة لها أن تستولي على 3 ألوية عسكرية تضم آلاف العسكريين ومئات العربات المدرعة والأسلحة المتطورة. يضاف إلى ذلك أنه لا وجود أساسا لما يسمى بمحور نجران الذي تدعي الميليشيات الحوثية أن العملية العسكرية قد جرت فيه، عدا عن نفي القوات الشرعية حدوث أي استهداف للحدود السعودية بأي عملية عسكرية. المصادر استشهدت بادعاءات وافتراءات مماثله للحوثيين سابقا كتلك التي تبنت فيها الميليشيات مسؤوليه هجمات ارامكو الارهابيه، وهي المزاعم التي فندها العالم بمعلومات استخباراتيه موثقه اكد فيها ان مصدر اطلاق الصواريخ والطائرات المسيره يؤكد ان لا صله للحوثيين بهذه الهجمات. قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات إن جماعات إرهابية مثل داعش وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الله اللبناني استطاعت الحصول على التمويل الذي ساعدها
في مفاقمة أزمات المنطقة مؤخراً. استطاعت جماعات إرهابية مثل داعش، جماعة الإخوان، حزب الله، القاعدة، الحوثيين الحصول على التمويل والأسلحة اللازمة لتنفيذ مخططاتهم التي فاقمت من هذه الأزمات. فامتداد الهجمات الإرهابية المدانة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة واستمرار الاعتداءات على منشآتها المدنية والحيوية وأخرها الاعتداء السافر على منشآت أرامكو لا يمس بأمن المملكة والمنطقة فحسب، بل يطال الاستقرار والاقتصاد العالمي. هنا نؤكد على ضرورة تحكيم العقل وتأمين الملاحة والطاقة والبحث عن حلول مستدامة أساسها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. إلى أن هنا تكملت هذه النشرة من قناة النصر 24، أعود وأذكر بعناوينها. وزير الدفاع الوطني والأمن المكلف الفريق محمد عبالي صلاح قام بجولة لولاية الشاري والتي تهدف لوضع حد نهائي للنزاع بين المزارعين والرعاة. عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو يؤكد من نيالة ضرورة وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا تعتزم الاجتماع تحت رعاية المنظمة الأممية في جنيف. الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد أن الجماعات الإرهابية مثل داعش ساعدت في تفاقم الأزمات في المنطقة. شكرا جزيلا على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات الزملاء بقناة النصر 24. إلى اللقاء.